إيه في فترة أخيرة شاهدت انتشار لشبهة فتبارك الله أحسن الخالقين، وقال تعالى هل من خلق غير الله؟ إيه الشبهة دي؟ الشاهد أحسن خلقين، إيه؟ أحسن خلقين، إن في خلقين تانيين. لا، أحيانا الفعل إذا صيغ على هذا الوزن فليقصد به أنه أفضل من غيره، زي قول عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ليس المقصود بذلك أن غيره أيضا حسن الدين بس هذا أحسن منه دينا. فمن أسلوب العرب أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بالشيء على الوجه الأكمل الذي لا نزاع فيه صاغوه على هذا الوزن، الوزن إيه؟ أفعل. إذا أفعل لا تدل على تفضيل فاضل ومفضل، أيوة هذا موجود، ولكن أحيانا تدل على تفضيل المطلق من غير مقارنة. ماشي؟